حاسب القعدان هنا. إذا المهجنات الأصايل، هذه الانطلاقات والتحديات الصباحية التي نتابعها من أرضية هذا الميدان صدارة هذا الشوط. والمقدمة والمركز الأول هنا الصدارة، وهنا المقدمة مع مغنم لمحمد بن ناصر بن عوضي. يحيى المنهالي على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني، المركز الثاني هنا انطلاق من ميكون علي بن خميس بن حميد الشبلي ينطلق على المركز الثاني. والمركز الثالث هنا الصيرمي لمحمد بن حميد بن محمد الحيري ينطلق على المركز الثالث، بينما المركز الرابع، المركز هنا الدوح، الدوح ياتينا لمحمد بن مستر بن قبع المنصوري مع الدوح هنا ابو سلطان يقدم بهذه الانطلاقه، بينما المركز الخامس، المركز الخامس وسلام هنا مناسب لسيف بن ضاحي بسيف الرميثي، وعلى سادس مراكزنا الانطلاق من حشيم سالم بن محمد بالذويب العامري، وعلى سادس المراكز هناك ياتي ربدان راشد بن سعيد بن علي الزرعي منطلقا سابعا. المركز الثامن، المركز الثامن سراب يحيى بن الصغير بن قنوب بن إرادة لقتبي من ينطلق على ثامن المراكز. وفي المركز التاسع، المركز التاسع عالي لسالم بن سعيد بن حبيب الهشامي المنطلق هنا على المركز الثامن وتاسع مراكزنا. المركز التاسع بالتحديات الجميلة والوصول هنا على المركز التاسع، المركز التاسع هنا بهذه الانطلاقة، ولكن هنا الانطلاق من قبل مزعق العامر بن سعيد بن علي لوهيبي بهذا الانطلاق والتحدي الجميل والوصول هنا بهذه. الحاسم هنا من وصل ايضا لثاني ابن سهيل لكتبي من ينطلق، هذه الانطلاقات والتحديات الجميله مشاهدينا الكرام هنا بهذا الاداء الجميل. نعود هنا الى الصداره، نعود الى المقدمه والى صداره هذا الشوط، هذه الانطلاقات والتحديات المتميزه هنا الصداره والمنطلق على المقدمه وعلى المركز الاول والمندفع بتحدياته. هنا الدرعي ياتينا بهذا الاداء مع او الصيرمي، الصيرمي لمحمد بن حميد بن محمد الحيري من انطلق على الصداره وعلى المركز الاول، بينما مغنم على المركز الثاني، مغنم هنا لمحمد بن ناصر بن عوضي المنهالي من ينطلق على ثاني المراكز. والمركز الثالث ياتي مناسب لسيف بن ضاحي بسيف الرميثي، وعلى المركز الرابع هنا ميكون والمنطلق، ميكون هنا لعلي بن خميس بن حميد الشبلي منطلق بهذه التحديات وبالاثاره المتميزه، ولكن هناك الانطلاقات والتحديات والوصول هنا من سراب يحيى من الصغير بن قنوم بن إرادة لقتبي من ياتينا هذا الاداء على المركز الخامس وسادس المراكز. الدوح لمحمد بن مصر بن قبع المنصوري وحشيم سالم بن محمد بن ذويب العامري من ينطلق هناك بهذا الاداء سابعا، بينما المركز الثامن، المركز الثامن وثامن المنطلقين والمتحديين هناك بهذا الأداء الجميل والتحدي. وصل شعار الزرعي مع ربدان راشد بن سعيد بن علي الزرعي القادم هنا في هذا الأداء الثامن. أن المركز التاسع الحاسم لثاني بن سهيل بن سالم الكتبي، والمركز العاشر عالي لسالم بن سعيد بن حبيب الهشامي من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة، ها هي النتيجة بهذا الانطلاقات والتحديات. يا سلام، بدأت الإثارة، بدأ الرقص هنا، بدأ الرقص بهذه اللحظات هنا بهذا الأداء المميز الجميل. يسلم يسلم يسلم
بدأت التحديات، بدأت الإثارة لمن الفوز ولمن الناموس. وصدارة هذا الشوط والمقدمة هنا أيضا ما يكونوا هنا لعلي بن خميس بن حميد الشبلي، ولكن من الجانب الآخر أرى حشيم يتسلل رويدا من الجانب الآخر، سالم بن محمد بن ذويب العامري، وهنا الحاسم على المركز الثاني، الحاسم للثاني بن سهيل بن سالم الكتبي، من ينطلق على ثاني المركز، والمركز الثالث ما يكون هناك العلي بن قميص بن حميد الشبلي، وهنا القادم السرمد عبد الله بن مطر بن خويدم الشومسي، وشعور بالعوضي مع مغنم هناك هذه الانطلاقه لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهولي، ولكن حشيم بأدائه، حشيم بعرضه هنا ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة، ينطلق بالمركز الأول بدون أي أوامر. شاهدونا على الصدارة مع 800 متر الأخيرة، حشيم سالم بن محمد بالذويب العامري منطلقا بالصدارة وبالمركز الأول، ولكن أرى المركز الثاني الحاسم على ثاني المراكز قادم بكل قوة هنا بهذا الانطلاق، ثاني بن سهيل بن سالم الكتبي بل ينطلق على المركز الثاني ويغير إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول، وصدارة هذا الشوط حشيم في المركز الثاني، سالم بن محمد بن ذويب العامري، وعلى المركز الثالث ربدان راشد بن سعيد بن علي الزرعي، ولكن هنا الانطلاقات، هنا التحديات، وهنا الانطلاقات الجميلة. انطلق مشاهدينا الكرام الحاسم، انطلق الحاسم بالفوز، انطلق الحاسم بالناموس، تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل للحاسم وانطلاقاته الجميلة، تهانينا للثاني بن السهيل بن سالم الكتبي على هذا الفوز المميز الجميل للحاسم وانطلاقاته وتحدياته ولحظة وصوله إلى خط النهاية معنا الفوز والناموس. المركز الثاني حشيم، المركز الثاني سالم محمد ذويب، المركز الثالث رابدان من أتانا، على المركز الثالث هناك لراشد بن سعيد بن علي الزرعي، المركز الرابع هناك قلمود لناصر بن عبد الله بن سالم السعدي، من وصل على المركز هنا اذا الرابع. نعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني، الى التوقيت الزمني وانطلاقته هنا الحاسم بادائه المميز الجميل وانطلاقاته، 7:35، 5 من الاجزاء من الثانيه، فهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل هنا للثاني بن سهيل بن سالم الكتبي على هذا الفوز الجميل، بينما حشيم من وصل على المركز الثاني سالم بن محمد بن ذويب العامري 7:38، 6 من الاجزاء من الثانيه ربدان، اتانا ثالثا راشد بن سعيد بن علي الزرعي من وصل على ثالث المراكز ب7:38 هناك، و7 من الاجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس على هذا الاداء المميز الجميل والانطلاقات والتحديات المتميزه.